تمام حبيبتي، يلا نحن جايين. بس مرة واحدة لا تقول حبيبتي. ياس، شايفك بلشت تعلق على اللي بيقول حبيبتي. والله أنا هيك من زمان ما بحب أقول حبيبتي وروحي وهيك شغلات. يلا يلا قوموا، حاجتكم حكي فاضي، المصايب ما عم تخلص. ليش عم ينقوصوا؟ مين مات؟ ليش لحتى يقتلوا حدا من دون سبب؟ الرئيس خضر أخذ ابنه يونس من نازلي. ايه وجابوا على البيت. أيوة، مشان هيك عمي كان متضايق اليوم. عمك كان متضايق اليوم؟ ايه متضايق، سألته بس ما خبرني شي. شو الموضوع؟ شو بده يكون الموضوع؟ نازلي بدها تهرب مع الولد، فمسك الرئيس خضر. انتو ما بتعرفوا ولا هي ران. لك هي البنت مستحيل تكون صديقة لحدا غير حالة. انا بفرجيك يا مبجل، 3 أيام ما رح احكي معك، لانه ما عرفت بهالموضوع الا هلأ. يلي ما فهمته انا، ليش لحتى نروح على البيت؟ يعني انا ما بدي بين قدام الرئيس بهالتوتر. يا حول الله، بس النسوان هنيك صهر، قال نجي وناخدهم. ماشي خلاص منروح، تحرك. انا عم فكر ضل سهران هالليله هون مع الياس ليكون درس لمبجل. لا تعذب حالك، هلا بنعمل لك قتله، انت بكل الاحوال ما رح تتذكر شي الصبح، وهيك بتتفاخر مثل ما بدك. يلا خلونا نستعجل. يلا سلام. عمي شو رح نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ رح نقعد ننطر. إذا أخي عنده خطة لا تخاف، بكرة رح يقلنا عملوا هيك، وإذا ما في عنده خطة ما رح نبين قدامه حتى يصير في خطة. تعرف عن جد هي شغلة الزواج صعبة كتير، منيح إنه نحن عزابية. ما بقدر أقول منيح، ما فيني، يا ريتني هلا قاعد مع إسراء. اي ما في شي مستوي. اي والله مو مستويين.